السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على إقليم الحشائش. ينقسم إقليم الحشائش في العالم إلى حشائش الاستيبس وحشائش السافانا. في هذا الفيديو سوف نتعرف على حشائش السافانا من حيث المفهوم والموقع الجغرافي والظروف المناخية والنباتية والحيوانية فيها. السافانا هي أراضي عشبية تنمو فيها أشجار متفرقة. تقع السافانا في ثلاث قارات، هي أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا. في أفريقيا تقع في القسم الأوسط المداري والشمالي وأيضا الجنوبي منها، كما تقع في أمريكا الجنوبية في شرق البرازيل وفي شمال أستراليا وأجزاء من الهند. ننتقل إلى الظروف المناخية في السافانا. درجة الحرارة مرتفعة طوال العام، تزداد هذه الحرارة صيفا إلى 32 درجة مئوية، ولا يقل متوسطها الشهري عن 20 درجة مئوية. أما الأمطار فهي أمطار صيفية، والجفاف شتاء لا يقل عن 5 أشهر، وتتراوح كمية الأمطار في حشائش السافانا من 20 إلى 40 بوصة. الظروف النباتية في السافانا: تتخلل السافانا الرطبة بعض الأشجار التي تتحمل الجفاف الشتوي مثل الهشاب والطلح والسلم والحرار وأشجار الصمغ. تنقسم السافانا إلى ثلاثة أنواع، هي السافانا الرطبة، وتعرف أو يطلق عليها بالحشائش المدارية الطويلة، ويتراوح طولها من 2 إلى 4 أمتار. النوع الثاني هي السافانا المغلقة، ويطلق عليها بالحشائش الطويلة الكثيفة التي تعوق الرؤية ولا تظهر الطرقات. النوع الثالث من أنواع السافانا هي السافانا الخشنة، ويطلق عليها الحشائش المدارية الخشنة التي يتراوح طولها 1 متر. الحياة الحيوانية في السافانا: تعيش في السافانا عدة مجموعات مختلفة من الحيوانات، منها حيوانات أكلة العشب الظفرية ذات الحوافر مثل البقر الوحشي أو الوعل والجاموس والحمار الوحشي والخرتيت والزراب والغزال. أيضا تعيش بها مجموعات من حيوانات أكلة اللحوم المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود والضباع والثعالب. ومجموعات أيضا من الحيوانات الكبيرة الحجم بطيئة الحركة مثل الفيلة. وأظهرت بعض الدراسات أن حاجة السافانا للفيلة توازي حاجة الفيلة لها، فالفيلة تعري الشجيرات من الأوراق وتحفز نمو هذه الأوراق من جديد، كما أن روث الفيلة مخصب ممتاز للنباتات الجديدة.